راح يتم استكمال فعاليات وأنشطة برنامج قيض الخير الأسبوع القادم إن شاء الله في المجلس المجتمعي بمنطقة السيجي وكذلك المجلس المجتمعي بمنطقة حبحب. نعم، وأيضا نبغي شوي نعرف أو نذكر المشاهدين ببعض الفعاليات والأنشطة اللي عندكم للمشاهدين اللي انضموا لنا الآن. مثل الأنشطة اللي عندنا الخاصة بالبرنامج الصيفي كثيرة، تقريبا عندنا أركان مثل الركن التعليمي والترفيهي، وعندنا الركن يخص التراث، عندنا أشياء أنشطة كثيرة. نعم، وخصوصا طبيعة المكان، يعني أنت ذكرتي منطقة السيجي ومنطقة أخرى أيضا، فهل هذه النشاطات تتناسب مع طبيعة المكان، طبيعة المكان الجميلة في إمارة الفجيرة؟ نعم تتناسب. نعم،